لا تضين زينب مستراحة مستراحة، ولا تظن بطلت النياحة. يمكن الناس تسكت ساعة، تسكت يوم، تسكت شهر، أنا ما أسكت أبو علي. لا تظن زينب مستراحة، ولا تضين بطلت النياحة، خويا عقبك ترى ما شفت راحة. هاي الحقيقة، اي والله. خويا يا ابو علي عقبك ترى ما شفت راحة. الونة زينب غير شكل تراها، اي والله عقبك ترى ما شفت راحة. دخلت الى الدار شلون حالها؟ اول ما دخلت الى الدار يقولون طلعت قميص الحسين، شمت قميص الحسين، طلعت عباية الحسين. طلعت عمامة الحسين، خاطبت أبو علي، تقل لواني لوان الدار يا ابن أمي، تعال شوف السوى بي الزمان يا ابو علي اخويا، لواني لوان الدهر يا ابن امي، سطرني ولا رحم حالي، على درب الحزن ذبني لا سلوى ولا والي، مهد ما بي طفل نايم بيت من الزلم خالي، خويا بيت من الزلية يا مخالي. خلوا صوابي بالقلب يا ناس، خلوا صوابي بالقلب يا ناس، خلوا بيتي بيتي من الزلم يا حيف، خلوا ذاك حسين راسه بطشت، ايوا حسينا ايوا غريبا، ذاك حسين راسه بطشت، خلوا وانا الحرة العزيزة الهاشمية، يا وانا الحر العزيز الها هاشمي، حملها المصايب بس قلب زينب، المصايب بس قلب زينب، حملها ودهرها بنايبة وأخرى، حملها وحيدة بكربلة وما ظل، حملها يقص جفوف غدر الغاضرية، ولا جت اش كثر شافت هضم زينب، لوعوها اش كثر شافت هضم زينب، ولا جت ومثلها منسبت حرمة، ولا اجت تقول ميت الصيح يوم الطاف، ولا جيت ولا اسمع صريخ الغاضري. اذا عندك ون الزينب
زينب من لفت ليها المنية دارت عينها على الغاضب. زينب من لفت ليها المنية وين دارت عينها؟ دارت عينها على دارت عينها على الغاضرية. في مثل هكذا ليلة زينب في ديار الغربة في أرض الشام، أرض الألم، أرض الجروح، أرض الحزن، أرض الدموع، وما رأت وتحضرها المنية وتحضرها الوفاة. ما هان ما هان لعبي الزمان وهان. شلون حسرة في قلبها الليلة زينب تقل ما هان لعبي الزمان وهان. ما هان وليالينا المضن يا حسين راحا. ما هن ما هان علي خويا صعب فرقاك. ما هايا وان اروح ميسر غصبين علي. اطلبوا حوائجكم بوجاهة زينب. اتمنى لكم ان تكون حاجتكم الاولى حاجة امامكم. اللهم اشف صدره، اللهم طيب جرحه، اللهم سكن ألمه، اللهم فرج عنه، اللهم اكشف كربته. فهو المحزون وهو المجروح وهو المتألم. وأتمنى منكم ولكم أن تكون الحاجة الأخرى لوالديك. رب اغفر لوالدي وارحمهما، اجزهما بالإحسان. أتمنى لك وأتمنى منك أن تنكر نفسك وتنسى نفسك لحظات وتدعو لغيرك. الله هو يحترم منك إذا تدعو لغيرك، جارك، رحمك، صديقك، مكروب، مديون، ما عنده ذرية، عنده امتحانات، عنده مشكلة، مسجون ظلم، اطلب له حاجة. ونسألكم الدعاء، الله يقضي حوائجنا وحوائجكم بشفاعة مولاتنا زينب سلام الله عليه. آمين رب العالمين. قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العلي العظيم. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن. أحبائي فافسحوا يفسح الله لكم، لسلامتكم وقضاء لحوائجكم. تقدموا باتجاه المنبر وحتى إخوانكم يجدون مكان. مع الصلوات ثلاثا: أكو مجال تقدموا شكرا. أكو مجال شكرا. إخوانكم ما عندهم مكان. أكو مجال. بارك الله فيكم. خلي يجون الإخوة هنا. خلي يجون. وتعاونوا على البر والتقوى. الثانية تؤجرون. الثالثة قضاء للحوائج وشفاء للمرضى.
الآية الكريمة من سورة الأنبياء الآية 1، العودة إلى القرآن هي طلب للعلم والتعليم، والعلم والتعليم يعني الفهم والوعي، وهذه النقطة الأولى اللي تخلي الإنسان يتحرر من أي هيمنة فكرية. هواي الوضع مؤلم تشوفه ومؤسف عبر التاريخ وفي زمانك الحاضر، أن هناك بشر يكونوا ضحايا ويدفعون ثمنا باهظا بسبب الهيمنة الفكرية على عقولهم. وترى هاي ما تحتاج تعقيد ولا فلسفة، خلي يحكي بني آدم حتى تشوفه، فكرة مقيد عليه هيمنة، لو فكرة فكر حر ونظر واسع وفكرة عميق ما يحتاج. الإنسان اليوم باختبار بسيط جدا جدا بسيط تشوفه فئوي لو مو فئوي، يعني تحكمه فئة، تشوفه متحزب لو ما متحزب، باختبارات بسيطة في الدنيا. وهاي المشكلة عبر التاريخ، عبر التاريخ تكررت كثيرا. تقدر تقول لي شنو السبب اللي يخلي الناس تكون قناعة عندهم واطمئنان انه ربهم فرعون وعدهم عقول ويشوفون الشمس والقمر والليل والنهار ويشوفون بشر مثلهم من ولد وعاش وظروف وتكوين، خلاهم يقتنعون انه فرعون هو ربهم الاعلى؟ وهي بقت ازمتهم مئات السنين عاشوا وياها، مئات السنين مع وجود البينات مع وجود الدلائل مع وجود البراهين، بس اكو هيمنة على عقوله، بحيث موسى عليه السلام بذل جهدا جهيدا في تحرير عقولهم، لكن بقت الأزمة مسيطرة على عقولهم وبقت مخلفات الهيمنة الفكرية حتى بعد زوال فرعون، حتى من راح فرعون بقوا يعانون من هاي المسألة. ولا انت تشوفهم لما عبروا الصوب الثاني، عبروا للجهة الأخرى من بعد ما نجوا من فرعون وغرق فرعون، يعني اللي كانوا يخافون منه من دون الجيش ومن دون كل شيء، الله نجاه ببدنه طلعه فوق حتى يشوفون هذا فرعون اللي كنا خايفين منه مئات السنين، هذا قدامهم جثة هامدة، وخلاه ينطق هذا النطق، آمنت بالذي آمنت به شنو بنو إسرائيل، كانت مستولية عليه نفسه وهواه والدنيا وشيطانه. وهن ذني الأربعة إذا استولى على الإنسان كل خير ما بي بعد، كل خير ما بي. المعصوم يستغيث من عدهن، فيا غوثاه ثم واغوثاه بك يا الله، منين؟ من هوى قد غلب، من شيطان استكلب علي، من دنيا تزينت لي، ومن نفس أمارة بالسوء. وانت تدري هاي مسألة معبالك هين كلام ويقال، لا، دائما تكشف الوقائع والأحداث. عبر والصوب الآخر وهلك فرعون، لقوا جماعة يعبدون أصنام، عاكفين على أصنام، يا موسى اجعل لنا إلها كما للقوم آله. شنو رد عليهم؟ إنكم قوم تجهلون، يعني لا فهم عندكم لا علم عندكم لا وعي. الإنسان إذا رجع إلى القرآن، إذا عاد إلى القرآن، يعطيه القرآن أول شيء العلم والتعليم، وإذا أعطاه العلم والتعليم أكو مجال يفهم، أكو مجال يوعى، صار عنده وعي، وإذا صار عنده فهم أو وعي
قدر يتحرر من أي هيمنة فكري، يبحث عن الجواب. البارحة طرحنا سؤال وراء سؤال وراء سؤال، ثلاثة أسئلة مترتبة. احنا قاعد ندفع ثمن دماء، ودماء عزيزة ودماء غالية، سواء قلنا البارحة الشهداء الأبرياء اللي يرحون ضحية الإرهاب وضحية الطغيان والعدوان، وهذا قاعد نشوفه إلى اليوم، دول الاستكبار، هاي أمريكا، هاي إسرائيل قدامكم، قاعد نشوف شو تسوي في غزة، في سوريا، في لبنان، في اليمن، شو تسوي بالعراق، قدامكم بلدكم، ميدان واضح، ما يحتاج لا نسولف به ولا نفصل به. هذول أبرياء، وسواء كان الشهداء الأبطال جنود وقادة اللي يروح يدافع من أجل دينه ووطنه ومقدسات. سألنا أسئلة البارحة، لماذا يقتلون هؤلاء؟ ليش يقتلون؟ هل صدر منهم جرم؟ هل صدر منهم شيء يستحقون القتل؟ هاي الدنيا من بدأت إلى اليوم، النفس بالنفس، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما شنو؟ يعني ذولا من يقتلون، إحنا نقتل، كل الناس تقتل، لأن هذا قاعد يضرب النوع بلا ذنب. الحديث القدسي يقول تهون السماوات والأرض، تزول السماوات والأرض، كل شيء يزول، الوجود أهون عند الله من قطرة دم حرام تراق على الأرض. وأنت تدري حادثة قتل واحدة بين قابيل وهابيل، حادثة قتل واحدة وراها القرآن صدر الحكم للبشرية، من قتل نفسا بغير، من أجل ذلك كتبنا فرضنا، القرآن يقول. فالعودة إلى القرآن ينطيك علم وتعليم، وعي وفهم، هذا يحررك. أنت أدرك لي الأزمة عند مسلم بن عقيل، وكانوا حوله ومحيطين به، بمجرد أن المدرسة الأموية ذبت بذرة لفكرة شعار، على قولتهم اليوم بزماننا منشور، ذبوا مناشير، منشور شيء بالفيس، شيء ورقة ذبها طيارة، ما لنا والدخول بين السلاطين، فكرة عامة، فكرة طبيعية، مثل يقول لك عركة بين اثنين، انت ليش بتدخل بنات، انت ليش الطب بمشكلة انت مالك بها لا ناقة ولا جمل، ليش داخل في نزاع لا عندك خبزة بي ولا عندك فائدة من عنده، ليش انت ليش مهالك نفسك؟ عجيب، القضية لم تكن في أذهانهم معركة بين الدين واللا دين، لم تكن المعركة مصيرية بين العدل والظلم، بين الحق والباطل، بين الخير والشر، أبدا لم تكن هكذا تصوراتهم ونظرتهم ورؤيتهم إلها. ما لنا والدخول بين السلاطين، ذابوا مثل الملح في الماء، اختفوا مثل البخار، من 18,000 إلى مسلم يريد واحد يدلي على الطريق، ماكو، سووا بهم. ما لنا والدخول بين السلاطين، مسلم ابن عقيل قعد شهرين بالكوفة، يا أخي قرأ عليهم كتاب الإمام الحسين، الناس تبكي، 1,000 سيف طلع بمجرد أن راح هاني ابن عروة إلى القصر، 1,000 سيف طلع، شلون زعيمنا معتقل؟ وهاي معادلة، بعد أيام زعيمهم يقتل، ماكو واحد يطلع له يشيل جنازته، تجر جنازته بالحبال بالشارع، معادلة صعبة هذه، ليش؟ حل اللغز أن هناك هيمنة فكرية، يعني لم تكن عقولهم متحررة، ماكو فهم، ماكو وعي للمصيبة وللشدة. ما لنا والدخول بين السلاطين، شوف الحسين ايش قد دقيق، من قال لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، ايش قد دقيق كان، ايش قد متحرز، إيش قد كان مهتم بأن يخلص الإنسان من الهيمنة الفكرية. ولذلك قالهم ترى إذا ما عندكم دين وكنتم لا تخشون المعاد فعيشوا شنو، تحرروا، لا تخلون الهيمنة الفكرية. فاليوم بحوادث بسيطة في الدنيا، بمشاكل بسيطة تحدث في البلدان، بأمور بسيطة تحدث، أنت بس شوف لي
حلل لي هاي الأسئلة الثلاث. لماذا يقتل هؤلاء؟ من الذي يقتله؟ شنو ينتحرون؟ يحرقون أنفسهم؟ يغرقون؟ لو أكو قاتل، لو أكو سبق إصرار والترصد، القانون الجنائي جاي يقول القاتل محدد، وشوف طريقة قتلهم، شوف الطريقة مال القتل هاي قدامك. فإذا الهيمنة الفكرية اللي خلصك منها القرآن إذا رجعت إلى رجوع صحيح، فنحتاج العودة إلى القرآن. هاي واحد. اثنين، هذا شوي انتبه لي لهاي النقطة الثانية أرجوك على حب السيد. هاي الحالة اللي نعيشها من التزلزل، هاي الحالة اللي نعيشها من الاضطراب، هاي الحالة اللي نعيشها من عدم السكينة والوقار، هاي الحالة اللي نعيشها بين قوسين عدم الاطمئنان، هي بسبب ضعف إيماننا. الإيمان يحتاج إلى زيادة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الإنسان المؤمن تزول الجبال ولا يزول. لذلك ورد في الحديث المؤمن القوي خير، الإيمان عنده قوي أحسن من اللي عنده إيمان ضعيف. عنده إيمان بس الصبح ما يقعد يصلي، غيبة يطب بيها، أي ركضة يركض، يخوض مع الخائضين، أي كذبة يصدق بيها، أي فتنة يطب بيها، أي مشكلة إلى دور بيها، أي نزاع، رقصة الناس رقص، لطمة الناس لطم، قرأوا قرآن قرأوا، حجوا راح للحج، شي يسوون؟ وهذا واقع صعب هذا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان يوم بعد يوم علاقته مع الله تكون قوية، علاقته مع الصلاة تكون أفضل، علاقته مع الصوم، إجاك الصوم وإجاك البلاء، وشوف الحرية والديمقراطية والهيمنة الفكرية شلون كسفت أحوال الناس. أكثر من 80% عندنا نسبة الإفطار، وتحكي ويا من؟ كل من يقول بكيفي، كل من يقول انت شعليك، كل من يقول لا ويحكي لك انت راح تنام بقبري، يعني عد جواب حاضر، راح تنام بقبري انت، انا ما اريد افطر انا والله. شوف 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 القضية ايش قد ماخذة مدى. فضعف الايمان وقلة الايمان تدهور حال الانسان وتفعل به ما تفعل. النبي صلى الله عليه وآله يقول من تساوى يوماه فهو مغبون. شوف عمار بن ياسر يقتلون أبو أمه قدامه، السماء تنزل آية تقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار قتلوا أبوه وأمه قدامه، إيمانه زاد، إيمانه ارتفع، درجات ارتفعت، حتى قال النبي بحقه كلمة ينقلها جمهور المسلمين: عمار مقرون بالإيمان من رأسه إلى قدمه. كل إيمان عمار. ليش؟ زين قتلوا أبوه أمه قدامه، شوي انتبه لي بالك يم. أبوه أمه قتلوهم قدامه، إنسان شي يصير بهالشكل؟ إنسان هو مو نبي ولا رسول ولا إمام، ولكن عنده إيمان. شوف يقول النبي عنه: عمار صار ميزان للناس. أرجوكم شوي ركزوا بهاي الكلمة، هاي اللي نحتاجها أنا وياك. يقول أينما يقف ابن سمية فإنه يقف مع الحق. يعني أنا وياك نقدر نخلي قدوة إن عمار بن ياسر، وقدوتنا بشنو؟ عالم؟ لا، مؤمن. عمار بن ياسر مؤمن، وقتلوا أبوه أمه قدامه ما تزلزل إيمانه، قتلوا أبوه أمه ما نقص إيمانه، قتلوا أبوه أمه قدامه ازداد إيمانه ونزلت الآية. روح شوف عمار، عمار السماء تشهد له بلسان رسول الله يقول تقتله الفئة الباغية. يعني عمار صار حل معضلة ممكن للأجيال، حل لغز. يجي واحد يقول والله أنا دايخ، وين أروح؟ هنا لو هنا؟ لا، شوف شوف عمار ميزان صار، أينما يقف يقف مع الحق. هاي قضية لعب بيها دور الإيمان. احنا المفروض إيماننا يزداد، بالبلاء يزداد. المؤمن ككفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه، يختبر يمتحن.
هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة من نرجع للقرآن، احنا مو بس علم نأخذ وفهم، ولا نأخذ فقط إيمان وعقيدة، لا لا يا أحبائي، تعال شوف القرآن شلون يواسيك لما الدنيا تفتر حولك 360 درجة، كل ضدك، كل شيء ضدك، تعال شوف القرآن شلون يواسيك، يحدثك عن مجتمع عاش قبل آلاف السنين ويعطيك مراحل حياتهم، أكلوا وشربوا وتنعموا وتسلطوا واختلفوا وتعلموا وتنازعوا وحاربوا وخاضوا كل ميادين الحياة الاقتصادية السياسية الاجتماعية كلها، علماءهم يعرضهم لك، يعرض العلماء، يعرض الإمكانية، يعرض هذا، يقول شخص كان مع سليمان عنده علم من الكتاب، قال ليش هذا يجيب لك العرش الظهر قبل أن تقوم من مقامك، أنا أجيب لك إياه هسه هسه، بس طرفة عين أجيب لك إياه، وفعلا حقق لجاب لعرشه، لأنه عنده إمكانية قدرة وعنده تعليم، وروح شوف، روح شوف الأحداث والقصص شو السؤال، عرضنا الجاهل، عرضنا العالم، عرضنا الغني، عرضنا الفقير، عرضنا الفقير لما يصير عنده فلوس شلون يصير، عرضنا قصة قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، شنو الما واسانا به القرآن، شنو الما حدثنا به القرآن، تبيان لكل شيء، شنو ما ثقفنا عليه القرآن. اليوم اللي يريد يصير مثقف يقرأ القرآن يتعلم، خيركم من تعلم القرآن، فالعودة للقرآن ضرورية، علم فهم يحررك ويحررك من كل هيمنة فكرية، إيمان يعطيك قوة، والإنسان بإيمانه كنزك بالحياة الإيمان، سفينة النجاة إليك الإيمان بالله، وتراقبها وتتابعها، وهذا هو اللي يهذب لك حياتك، يعطي قيمة للصلاة من تصلي، يعطي قيمة للصوم من تصوم، يعطي هواي أبعاد بالحياة إيمانك، ثم يواسيك بالحوادث، ثم تسمع القرآن يقول لك ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض واغضض من صوتك، اخفض من صوتك، عجيب هاي الدقة، هاي هالبرنامج هذا، ليش الله ليش، شوف اقرأ دعاء الإمام زين العابدين تحلك هاي الرموز كلها، لما يقرأ الإمام زين العابدين أنا الصغير الذي ربيته والجاهل الذي علمته، هذا كلام الإمام زين العابدين، فنحتاج أن نعود إلى القرآن أحبائي، نحتاج أن نرجع إلى القرآن لكي نحصل على هذه الثلاث أمور رئيسية، علم فهم وعي، تحرر من أي هيمنة فكرية، إيمان عقيدة، تزداد القوة، تزداد البسالة مع الله، إذا المؤمن عنده قوة في دينه ينجو، بس إذا عنده ضعف في دينه لا يهلك، لأن يبيع دينه بأي لحظة، يعني أنت يوم العاشر مدرسة إليك عاشورة، ليش؟ وهي اللي هي آخر محطة في حياة زينب سلام الله عليه اللي شافتها قدامها، زينب ما شافت ناس فساق فجار قدامها، لا واقفين يصلون يقولون الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذن كلهن سمعتهن بإذنها وصاحت، شوف شوف هاي كلمتها يوم العاشر، إيهن عمر، صاحت على عمر بن سعد، إيهن عمر، أيجري ذلك على أبي عبد الله وأنت موجود وأنت عود رحم وتصلي وتصوم، أنت تعاتب من الفاسق، ما تعاتبه الفاسق الفاجر ما يتعاتب، بس من تشوف واحد يتلبس بلباس الدين يصلي يصوم يزور يحج تعاتبه، تشوف ذنهن حجتك في العتاب، فقالت لإيهن عمر أيجري ذلك على أبي عبد الله، شو يقولون أرباب المقاتل، أدار وجهه عنها، ما باوع لها، دار وجهه وهو يكفكف دموعه، شايف هاي الصورة يعني هاي شو تسميها، سميها النفاق، هو النفاق هذا بعين، أدار وجهه، سمع كلام زينب وعرفها هي هاي بنت أمير المؤمنين، ويدري بيها فخر المخدرات، ويدري الناس ما تشوف ظلها، ويدري الناس ما تسمع صوتها، ويدريها أخت الحسين، ويدريها هي شنو عند أهل البيت، أدار وجهه عنها،
وهو يكفكف دموعه، يعني كلامها حق لو لا حق عدل بس مسلوب الإرادة. أأترك ملك الري؟ طبعا يريد له كرسي بالبرلمان، يكذب ويسرق ويخون ويغدر، يريد له كرسي بالبرلمان، يريد له كم سنة بالوزارة، يريد يقعد على كرسي يقولوا له معالي الوزير، يريد هذه، يريد يقولوا له دولة رئيس الوزراء، هذا المصطلح يريده هواي. هذا أكو ناس تقتل رواحها حتى يقولوا لهم معالي الوزير، النائب الفلاني، رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية. وإحنا هاي شفنا هسه صار 20 سنة ما قبضنا من هاي العناوين بس المضرة والفتن والأزمات، ما حصلنا شيء أبدا أبدا. وكل من يجي تعلم والحجامة بروس اليتامى، صاروا هسه هم سياسيين وصاروا محللين وصاروا 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 بروس الناس بعد ما شبعوهم ضيم وقهر وأذى. إذن التفت زينب سلام الله عليها، تعلمت من هاي المدرسة. الحسين عليه السلام يريد يقول الناس كان يحكمهم القرآن، كان يحكمهم الإسلام، كان يحكمهم الدين، لا كانت تحكمهم الهيمنة الفكرية، كان يحكمهم الأهواء والدنيا والشيطان والنفس الأمارة، كان يحكمهم الكذب بدليل صح على القوم، يا حجار بن أبجر، يا زيد بن الحارث، يا شبث بن ربع، يا قيس بن الأشعث، ذولا رموز الكذب، رموز النفاق في المجتمع، ذولا ما يخلون أي قيمة لأي عمل في المجتمع. أنت من تشوفه يصلي وياخذ غيبة اغسل ايدك منه، من تشوفه يصلي ويصوم ويروح المكة وفلوسه كلها ربا اغسل ايدك من عنده، من تشوفه يصلي ويصوم ويلطم ومن تجي ساعة الرقص أفضل راقوص يصير وأفضل مغني يصير، اغسل ايدك منه. هذا مو دين، هذا هذا طين، هذا طين. نشوف المرأة لابسة حجاب وحاطة زينة قول هذا طين مو دين، هذا مو حجاب. من تشوفها بهالشكل لا ما عندها رسالة بالحياة. هاي ويخوضون مع الخائض. لذلك أمير المؤمنين ترى تصنيفه أرجوكم نمشي عليكم السيدة زينب، حفظوا هذا كلام أمير المؤمنين طبقوه على الواقع. الناس ثلاث: عالم رباني وهو النبي والرسول والإمام، هذا العالم الرباني، ومتعلم على سبيل النجاة العلماء وأتباعهم والناس المؤمنين، والصنف الثالث همج الرعاع يميلون مع كل ريح. كل شوية تتباحثون ويا أنفسكم، تتباحثون ويا أهل العلم والفهم، تتباحثون ويا أهل الاختصاص، تتباحثون ويا الناس اللي تفهم صدق ويصون الأمانة. قل يميلون مع كل ريح شنو؟ مع بساطتها، مع سهولة فهمها، مع أنها ليست كلمة معقدة نحتاج فيها إلى معلم. يميلون مع كل ريح شنو؟ شوف هاي هاي نقطة مهمة. بعد: ويتبعون كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم. شوف الصفات: لم يلجأوا إلى ركن وثيق. قدوتهم منو؟ عالمهم منو؟ فهمهم منو؟ هاي قدامك، تدخل للسوق، تدخل للمحلات، تدخل للشارع، للوظائف، تدخل للدولة، تدخل للبرلمان، أي ما تكون صنف هاي الأصناف الثلاثة وشوف، شوف إيش قد تطلع بنتائج. لذلك إحنا من نسمع الإمام زي العابدين يقولها: عم زينب أنت عالمة غير معلمة، فهمة. شوف هاي ليش؟ لأن زينب خاضت تجارب. زينب في بيت دين بقى محافظ على دينه. زينب عاشت في أجواء، أجواء صح هم بالدنيا بس كلها آخرة. أبوها كان عايش ضيف، ضيف، حتى كان بأبي وأمي أموره بالحياة مخليها على الاختصار، لأن هو هذه النظرة الحقيقية للإنسان العاقل الواعي. ترى أبوها وداعت السيدة زينب: روح اقروا حياة بوذة، بوذة اقروا حياته، اقروا بعض تفاصيله، عجيب غريب. تطلع بنتيجة تقول بوذا نبي، هيك تطلع قناعة لفهمك وقراءتك لمجريات حياته، تقول عمي بوذا نبي، نبي بوذا، لأن سوالفه سوالف أنبياء.
سوالفه سوالف مال رسل، سوالفه سوالف ائمه، وشلون ثقف وشلون ربى. الفكره الملخصه اللي عافها في مجتمع واتباعه وزرعها وطلع اننا ضيوف في الدنيا، والحياه الاخرى متوقفه على ما نقول ونفعل في هذه الحياه. هذا مو كلام أمير المؤمنين؟ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت، فإن بناها بخير طاب مسكنها. زينب عاشت في هذا البيت اللي كل دين كل إيمان. الصور يعني يهجمون على بيتها على دارها يحرقون بابها، وكانت تشهد رسول الله 5 سنوات رسول الله شلون يغذي هذا البيت ويقف على الباب يقول باب فاطمة بابي وحجابها، وتشوف شلون المسلمين يشوفون. ماكو مسلم ما شاف رسول الله شلون يعامل الباب وشلون يعامل البيت وشلون يعامل هاي الأسرة. وهاي أول حادثة شافتها زينب بعيونها. 5 سنين ميزت الصور انطبعت. احنا عندنا هاي 5 سنين الطفل هو يحفظ صور، بال5 سنين الطفل هو يطبع صور في ذهنه. شافت الناس اللي تصلي اجوا ضربوا امها، شافت الناس اللي تصلوا بالصف الاول وكانوا يضحكون مع رسول الله ويضحكون مع اهل البيت اجوا رفسوا امها، ركلوها ضربوها بالصياط، ضربوها على وجهها سطروها ولم يصدر منهم ذنب. هاي اول حادثة شافتها سوت بها، فصلت لها بين أهل الدنيا وبين أهل الآخر. حادثة أبوها في ليالي القدر في شهر رمضان، أخوها ذو الحلم والصبر الحسن، وآخر محطة محطة كربلاء. فزينب ابنة القرآن وهي تعيش مع القرآن، لذلك كانت مواقفها مواقف دول. إذا ردنا نصف زينب موقف دولة، هي مفردة أسيرة منكوبة مكسورة، جرى عليها ما جرى لكن وقفت دولة أمام دولة. يا ريت تحافظون على الهدوء وما تربكون الناس، بارك الله بكم، لأنه إلى أن نخلص جزاكم الله خير. صلوا على محمد. وقت هذا الشهر التفت لي بارك الله فيك. هو الإنسان احنا قوة نجيبه ونشده، وقوة نجيبه ونخليه يركز. فخلونا نحافظ على الفكرة والناس هم تنتبه. بارك الله بكم، صلوا على محمد وآل محمد. التفت. فزينب سلام الله عليها ابنة القرآن يعيش معها القرآن، لذلك كانت مواقفها مواقف دول. دولة دولة في قبال دولة. يزيد في قمة الوقاحة، يزيد في قمة الصلافة، يزيد في قمة الخداع وإمكانية. تروح شوف بالكوفة شلون سووا بالكوفة، فشل مشروعهم بالكوفة، رادوا يخدعون الناس، رادوا يخلون الأمور تنقلب رأس على عقب، ما قدروا. مع إمكانية مال وإعلام بس ما نجحوا. وتدرون أنتم بالشام الكلمة واضحة مال سهل بن سعد، ألكم عيد لا نعلم به؟ شنو رأيك الشارع مزين وتدق وترقص الناس؟ شلون ضربت لك مثال البارحة، أول بارحة من نشوف المجتمع بالشارع من 4 للـ7 تقول تحررت غزة، غزة تحررت، فلسطين خلصت مشكلته، طلعت لعبة خلصانة فريق فايز. خو واحد يفرح، بس ليش بهالإفراط هذا، بهالإفراط هذا؟ زين الشباب ترقص بالشارع تلعب، النسوان شو تسوي؟ ليش طالعة؟
نسوان شو تسوي طالعة ترقص وتدق بالشارع؟ وين التربية؟ وين العفة؟ وين الحياة؟ والله وين تخليها ما أدري. فالتفت لهاي المسألة شوية، دقق بيها شوية، التفت. فزينب مواقفها دولة في قبال دولة، سوت بيزيد، قلبت الأمور رأس. ثم قالت له كلمة، والله هاي صار 32 سنة كل ما أجيبها قاعد لوحدي، قاعد ويا الناس على المنبر وين ما كان، أنا ألفظ هاي الكلمة وهاي خنقة فد حسرة فد عبرة ما إلها مثيل. تقول له أمن العدل يا ابن الطلقاء، ولك أنت أبوك منه، جدك منه، عائلتك منه، ابن آكلة الأكباد، وهاي بنت فاطمة الزهراء. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله. شوف هاي الكلمة ترى هي اللي توعينا أنا وياك، هي اللي تنبهنا تخلينا نشوف زينب مصدر قوتها شنو، مصدر طاقتها شنو. يعني أنا وياك الآن يحطون أبونا أخونا أي واحد عزيز، البارحة سولفنا على سيد محمد الفالي كلمتين، سولفنا قرينا للفاتحة مستقلة، سولفنا عن صوته، سولفنا عن عبراته، عن صداه، عن وجوده، عن ذكرياته، سولفنا ما تحملنا، كل احنا عبر خنقتنا. زين تعال قل لي، اللي شافته زينب سلام الله عليه مو سهل. رأت ما رأت عينها في كربلاء، ومما رأت يذوب له الصخر، فمذ أبصرت جسم الحسين موزعا فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر. هاي الحقيقة. زين هاي قوتها منين؟ هي بشر وهي إنسان دم ولحم. هذا إن أخواتكم قعدات، أخواتكم وبناتكم قعدات، وزوجاتكم وأمهاتكم وموجودات. بينك ما بين الله إذا أمك موجودة أو أختك أو زوجتك أو بنتك، وشوف جماعة يديرون عليك يضربوك، تبقى واقفة تتفرج لو طبت حاجز تحميك؟ لا والله صغير يجاوبوني، قاعد أحكي لوحدي، سولف لوحدي. يعني أمك لو أختك لو زوجتك يضربوك بالشارع ظل تتفرج؟ وطلعت طريت الزلم والخيل يا حسين، طريت الزلم والخيل يا حسين، ودور على جسمك وين، لو ان سالم دأشر لي بليدي بعد ما اشوف دربي يا بول. هاي الحقيقة حبائي. فزينب اجت بقوة، كن نوقف. هاي شلون سويت؟ هاي رجال ما تسوي، تخطب خطبة حيرت العلماء، خطبتها بالكوفة عجيبة غريبة، خطبتها بالشام. وشوف قال، تقول له لئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، أنا المصايب وصلتني لك. فقوة زينب قوتها في هذه الثلاث، فهمها، وعيها، عقل متحرر ماكو هيمنة فوقها، إيمانها وتربيتها، وذن ثلاثتين القرآن يغذيهن. يعني قوة زينب قوتها من الله الذي هون علينا الأمر أنه بعينك. وهذه مسألة في غاية الدقة نتعلمها من مولاتنا زينب، أنها تريد ترجعنا للقرآن، لأن القرآن هو مصدر قوتنا، فهمنا، وعينا، دينا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حفظوا لي هاي الآية، الآية الأولى من سورة الأنبياء، لأن باكر إن بها كرة أخرى. غفلة الإنسان في غفلة، وفي غفلة مستحوذة عليه، وفي غفلة ما خفت بعيد عن الحق والعدل، ومخلية ترى هذه الأمور توقعنا في الظلم فيما بيننا، والظلم فيما بيننا هو راح يكون سبب لأشياء كثيرة مفسدة في حياتنا. شوف الظلم بين الزوجين شي يسوي، بين الأخوين شي يسوي، بين العشيرة شي يسوي، بين السياسيين شي يسوي. شوف قدامك هاي صورة. فاغتنموا الفرصة الليلة
وتفهموا من زينب وتوعوا. راح أسألك سؤال حتى نروح إلى مصيبة مولاتنا زينب، وإذا عدنا حكي باكر نسولف فيه. تقدر تمشي بالظلمة؟ تقدر الظلام دامس إيدك ما تشوفها وانت تمشي تأدي رسالة؟ المسافة من المخيم إلى حد منحر الحسين مسافة طويلة. جن الليل على مولاتنا زينب، عندها موقف، السماء تريد منها موقف، كنت تروح توصل للحسين تشيل جسد المقطع وتقول له إلهي تقبل منا هذا القربان القليل. جاية قل لي يعني بينك ما بين الله، يعني طلعت من المدينة 6 أشهر ويا الحسين حتى تلطم يوم العاشر زينب؟ لا، زينب ليلة 11 صلت صلاة الليل، نافلة الليل ما عافتها ليلة 11 وهي أقسى ليلة على أهل البيت. الإمام رضى يلخص لنا إياها يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا، أسبل دموعنا، أذل عزيزنا، أورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الإنقضاء. فديك الليلة تطلع زينب كنت توصل للحسين، إلهي إن كان هذا يرضيك إلهي تقبل منا هذا القربان القليل. يقولون هاي المسافة زينب تمشي وتعثر، بيش تعثر؟ تعثر بالجثث، تعبت من الدوار عليك. الله أكبر. آه يا زينب تعبت من الدوار عليك، ما أندل طريجك وين؟ شقلب خويا يا حسين، شقلب والجثث 70، شقلب 1 2 كلهم نوم ومكفين، خاف أقلب لي واحد خاف يطلع مو عرف يا حسين. هاي طلعت بالليل، بالليل طلعت وصلت للحسين أدت رسالتها، افتقدها زين العابدين. عم زينب ماكو صوت، عم زينب أيضا ماكو صوت. هناك صاحت بلا عمة أنا موجودة. قال عمة أين؟ أناديك، ناديتك أكثر من مرة. يتفقدها وهو بأشد حال، بس هذا الخدر، هاي الغيرة الحقيقية، الحميم، الحمية الصحيحة، هاي الحمية لعد الرجال، الغيرة اللي تكون غطاء لأهله، ستر لأهله، غيرة صدق مو غيرة كذب، حمية صدق مو حمية نفاق. عمة زينب وين؟ قالت لعمة كنت أصلي. عمة صلين كان مو يمك كل أشوفك. قالت لعمة صليت من جلوس. ليش عمة؟ قالت لعمة لا تلومني، إن مصيبة أباك قد حطمت قواي، يا عمة راح الحيل مني. خلاص بعد أنا بس أرد أسألكم سؤال وبدعت رسول الله جاوبوا. الحسين عمره 7 سنين والنبي مخليه بحضنه، تدخل عليه أم سلمة تشوفه يبكي وتقول الرواية ينحب. هاي الحادثة قبل 50 سنة من كربلاء. قالت لي يا رسول الله ما الأمر؟ قالها جبرائيل هسه كان يمي قال لي الحسين يقتل والنبي ينحب عليه قبل 50 سنة، ورأته يوم العاشر. تقول لابن عباس رأيت رسول الله أغبر الوجه أشعث الشعر، رسول الله التراب على رأسه وعلى وجهه ويقول يا أم سلمة لقد قتل ولدي الحسين. زين زينب شنو صار بيها؟
يا عم راح الحيل مني من راح ابوك حسين عني، انا انصداع قلبي بكثر وني، وانا قبول كربلاء ما يتعسني. انا اتمنى تقرا وياي هاي الابيات حتى اقرا لك بيت الحاجه وبيت الدعاء. لحقتك على ريحه الخوف، طلعها 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 بعد بعد، اذا ما تطلع بليله زينه بجاش وقت تطلع. لحقتك على ريحة الخوة الخوة وذبيتني على الغرب قو. وين ما كان اقرأ واقف قاعد، وين ما كان تشاهد، وين ما كان. يلا ابويا بدي اسمعها منكم، يلا حتى مصورنا يبكي ترى، عافية عليك حسن عافية عليك. لا تقول ما عندك مرور، لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت هاي 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 صيح بيها صيح. خويا ابو علي شوف الشمر بيا شوف الشمر بيا سوى 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 صوت على متني تلو. اسمع زينب بعد اللي عنده حاجة واقفة، اسمع زينب. وانحال 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 اتحزمت بعبات حزام السووا بي يوم 11 السووا بي. وانحال وانحال تحزمت بعبات حزام وانحال وانحال ادور والجسم تعبان نحيل. وانحال وانحال عمت عيني سمعت حسين وان عمت عيني سمعت حسين. وانحال وانحال عرفت صوته وطحت فوق الوطي، عرفت صوته وطحت فوق. ونا الوطي بنات خدر بنات بيوت بنات عوائل بنات متربيات، ما حد سامع لهن صوت ما حد شايف لهن ظل. تقول زينب احنا الما يمر الهضم بينا. بيت الدعاء احنا الما يمر الهضم بينا بينا، ولا يوم نسمع صوت الحكينا. طلعها طلعها. ولا يوم نسمع صوت الحكينا، تالي الدهر نتستر بدينا، تالي الدهر نتستر بدينا بدينا، ويش ماتت العدوان بينا.
اكو ون زينب لولا ويا شماتة العدوى يا نبي هذا الم الم في قلب زينب اريدك تسمعه وتشوفه لا تنسى هذا والله وبالله وتالله هاي بيني ما بين الله كل ما اقعد لوحدي اقراهن ذندي كل ما اقعد لوحدي يا زينب وين وين السبي يا زينب وين وين السبي من بعد عباس حادي اجنبي ما خلوها ما خلوها لذلك اعتذرت من ابو علي اعتذرت من هذا الاعتذار ايش قالت له قالت له اعذرني 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 اخويا غصب عنك رايح 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 بالخراب وهناك اسوي الفات لو بيدي احسن كنت اضل يمه هاي حسره في قلبها تربى مشت وعيونها على حسين تربى وخذت من دمع عزيز القلوب الاخت ويا الاخو من الصغر تعوف شلون مرمي على الوطي طلبوا حوائجكم بوجاهة زينب ما ترد الحاجة خلوا حاجتكم الاولى لامامكم اللهم اشف صدره بحق زينب اللهم طيب جرحه اللهم سكن ألمه اللهم فرج عنها اللهم اكشف كربته اطلب حاجة لوالديك يستاهلون واعتذر لهم قلهم عذرا ما بريتكم زعلتكم تعبتكم انكر ذاتك انسى نفسك اطلب حاجة لغيرك يحترمك الله واي مسجون مظلوم ما عنده ذرية مريض مكروب مديون اطلب له حاجة إلهي من أرادنا بسوء ومن كادنا الله يشافي كل المرضى يعافي كل المرضى إن شاء الله نراكم غدا على خير استقبلوا خادم أهل البيت الملا حيدر بالصلوات ثلاثا شافي عافي جميع المرضى كافة المستشفيات يا الله